عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم رجعت لكم بدبارة جديدة، دبارة سهلة وخفيفة وبنينة برشا. اليوم باش نعملوا نواصر باللحم. قبل ما نبدأ وما تنسيوش تشتركوا في القناة متاعي، للناس اللي ما هيش مشتركة ابونيفو، حطوا لي جيم على الفيديو وشجعوني باش نرجع لكم بدبارة جديدة. ما نطولش عليكم، توا نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير. بالنسبه للمكونات باش نستحقوا شويه ملح، شويه كركم، شويه زعتر وكريم ملحيين، مغرفه ماكله تبلو كرويه، مغرفه ممسوحه هذه، ومغرفه ماكله فلفل هذه المغرفه معبيه، 5 سنون ثوم، كعب بصل، مغرفه ونص طماطم، 150 غرام حمص، كاس زيت يعني 100 مليلتر زيت، ورطل نواصر باهي، وبيان سور اللحم. نبداو توا نحضروا الطنجره نتاعنا. اول حاجه باش نعملوها باش نحطوا الزيت وباش نحطوا البصل. خليه يتقلى شويه في الزيت، ومن بعد باش نبدا نزيد عليه المقادير نتاعي بشويه بشويه. باش نزيد المكونات نتاعي هذوما اللي هما الملح والكركم والزعتر والكليل الملحيين. زعتر والكليل يبنن ياسر ياسر الماكلة، والكركم صحي ماذا بكم تطيبوا بيه كل شيء، ماكلتكم كلها طيبوها بالكركم. وبالطبيعة باش نزيد اللحم باش نخليه يتقلى هكا في هذوما، ومن بعد باش نزيد عليهم باقي المقادير. ونبدا نزيد بشويه بشويه، نزيد المغرفه ونص طماطم، نزيد الفلفل، التابلو كرويه، الثوم، واخيرا الحمص. نزيد عليهم الماء نخليهم يغليو شويه، ومن بعد نمرق الطنجره بالماء. بعد ما غليت الصوص نتاعي كيما تشوفوا باش نمرقها بالماء. نخليها تطيب على روحها ونمشي نحضر النواصر نتاعي. بالنسبة للنواصر باش ندهنها بشوية زيت زيتونة باش من بعد ما تلصقش في بعضها وتجي معجنة. وإلا بأي زيت متوفر عندكم، مش بلازم زيت زيتونة، أي زيت من المستحسن زيت زيتونة باش تجيكم زينة، سينو اللي معندوش زيت زيتونة ينجم يدهنها بأي زيت متوفر عنده. شوية زيت مش برشا. باش نحطها على الطنجرة اللي تغلي، و
توا هبطت النوسره نتاعي كيما تشوفوا باش نمرقها بالصوص، ومن بعد نرجعها تعاود تفور، وهكاك نبقى نمرق فيها دايرين الزيت بالطريقه هذه. رجعها تفور، وكيما قلت لكم تخلوها تفور شوي، من بعد تهبطوها تمرقوها، ومن بعد كالعادة تخلوها تفور وتزيدوا تهبطوها تمرقوها هكاكا يمكن 3-4 مرات حتى لين تطيب النواصر نتاعكم.